إذن اللقاية ديغاز تنفيذ الأنشطة الثقافية اللي تسكر جمعية الجامعة الصيفية. اللقاء غصا ديغاز اللقاء دراسي اللي فنسوى فماس تفعيل طبعا الرسمي للأمازيغية غمس على مستوى الإدارات العمومية دمس الجامعات المحلية. اللي قد دراسي غصاد إيجا سنة الحصص الحصة نزيك صباح الحصة أنت دكوات الحصة نزيك صباح غمك اللي تزرع تسول في مثل الأمازيغية غمس الإدارات أو للمؤسسات العمومية خاصة قطاع الصحة دمس القطاع العدل. ثم إلا يا الأستاذ جامعي اللي سكرن التأطير النظري يتفعيل طبعا الرسمي التمازيغت. بالنسبة للحصة المسائية لا تمازيغت تفعيل طبعا الرسمي غمس المجالس الجماعية غمس الجماعة الترابية، يعني لانت مجموعة من المجالس الجماعية اللي سكنت مقررات تفعيل الطبع الرسمي إلا ما يسكرنا كل الخطوات، ولكن لانت مجموعة من المجالس يعني اللي درنا الإكراهات. إذا اللقايات الهدف هو النقش ما يتسكر الإكراهات لله ما تخص التسكر ثم نخدم تمس نيات يطل ورشة عملية لفائدة الممثلين المجالس الجماعية إما الرؤساء إما النواب خاصة اللي تكلف تمس الثقافة هذا نسكر يطل ورشة سم أجلس نستهدف كيفية أو الخطوات العملية لتفعيل الطابع الرسمي لمزيغة غمس الجامعات الترابية. احنا اليوم في هذا اليوم الدراسي في الحقيقة كان تدرسنا مدى إمكانية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة والجامعات الترابية، ووقفنا جميع كما لاحظوا جميع الناس المتدخلين على أن كان هناك قصور تشريعي كبير سيحول دون تفعيل رسمي للغة الأمازيغية. قصور تشريعي على سبيل المثال في قطاع العدل كنلقاو أن الفصل 30 لا يسعف الفاعل القانوني في تفعيل حقيقي للغة الأمازيغية، والحقيقة أنه الفاعل الحكومي الحالي إذا كانت عنده الرغبة حقيقية للنهوض بهذا الورش يجب التدخل بتعديل تشريعي للنص التنظيمي اللي جا في ظروف معينة كلنا عشناها، واللي الناس اللي صوتوا عليه كانوا آنذاك منسجمين عداواتهم وكان هذا هو السقف الممكن إعطاؤه من لدنهم بحكم المرجعية ديالهم اللي كلنا كنعرفوها مرجعية محافظة وما فيهاش حضور قوي القضية الأمازيغية ككل. بطبيعة الحال هناك يعني لحد الآن واحد المجهود مدير من طرف الفاعل الحكومي والفاعل يعني السياسي في المستوى ديال إخراج ديال اللجنة اللي مكلفة بتتبع ديال التنفيذ ديال هذا الورش ديال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولا بالنسبة يعني الإصدار المخطط المندمج للأمازيغية وتضمن مجموعة من التدابير حسب المجالات متعددة منها مجال ديال الإدارات العمومية. هذا المجال هذا اللي بطبيعة الحال كانت فيه مجموعة ديال التدابير كما قلنا، وإذا كان جميل في هذا المخطط أنه حدد واحد سنوات يعني القطاعات المعنية والسنوات ديال الإنجاز، إلا أننا كنلاحظوا بأن بعض تدابير أو بعض القطاعات حددت مدة طويلة جدا قد تصل إلى 13 سنة أو 15 سنة ولم تحدد يعني كيفية تفعيل هاد التدابير بشكل سنوي باش يكون هناك مؤشرات واضحة لتحمل هذه القطاعات لمسؤوليتها وأيضا لمحاسبتها لا من طرف البرلمان أو من طرف المواطنين.